موجز الأخبار من بين سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا بكم. لم يطرأ أي تغيير على المراكز الخمسة الأولى في قائمة التصنيف الشهري للمنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبقيت ألمانيا متصدرة بفارق كبير في النقاط مع البرازيل صاحبة المركز الثاني، ثم البرتغال في المرتبة الثالثة، وبعدها الأرجنتين في المركز الرابع، وظلت بلجيكا خامسة. عربيا، واصلت تونس تصدر تصنيف المنتخبات العربية مع تقدمها مركزا واحدا لتصبح في المركز 27، لتأتي بعدها مصر التي تراجعت مركزا وباتت في المركز 31. أما المغرب فارتقى 8 مراكز ليصبح في المركز 40، فيما بقيت السعودية في المركز 63، تليها الجزائر التي قفزت 3 مراكز. أوروبيا، بلغ برشلونة ثم